بهالفيديو جايب لكم 10 ألغاز أو أشياء مخفية جوا ألعاب الفيديو ما اكتشفوها اللاعبين إلا لبعد سنوات طويلة. أحد الألغاز اللي رح أذكره بهالفيديو ما اكتشفوه اللاعبين إلا بعد 27 سنة، ففيديو خرافي أتمنى يعجبكم. يلا خلينا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بسحب اعلن عن اسم الفائز باخر فيديوهين توب على ماوس وكيبورد مقدمين من لوجيتك، واعلن عن جيف اواي الجديد. فاذا ما يهمك الموضوع شيك اول تعليق مثبت راح تلاقي وقت بدايه الفيديو وروح واضغط عليه. الجيف اواي كان على اخر فيديوهين توب 10 او توب 5 بالقناه، والفائز معنا هو محمد ماكس. ان شاء الله الف مبروك، راح توصل معك قريبا عشان ارسل لك الماوس والكيبورد. وهالفيديو برعايه استرو، في جيف اواي منهم على افضل ايد للبلاي ستيشن اللي هي استرو سي 40. شركه استرو معروفه انها بتصمم افضل سماعات للجيمنج، وانا باي بث مباشر بتشوفوني حاط سماعه استرو دائما. وحاليا صمموا اول كنترولر من شركه استرو للبلاي ستيشن 4. هالكنترولر جدا خرافي، مصمم لالعاب الشوتر، فيه ازرار من تحت فينك تتحكم بحساسيه كل زر بالايد. وانا عندي نفس الايد طلع بستعملها شهرين، وبتشوفوني باي بث مباشر بستعمل هالكنترولر لانه جدا خرافي. اذا حابب تفوت بفرصه الفوز بهالايد كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في وسيله التواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. بالمرتبه العاشره عندنا لغز اكتشفوه بعد سنه وشهر، وهذا يعتبر اسرع لغز اكتشفوه بهالفيديو. لغز بلعبه باتل فيلد 5، اللعبة نزلت بشهر 11/2018 واكتشفوا اللغز بشهر 12/2019 بماب الاونلاين ويك ايلاند ببتل فيلد 5. تعال جنب شط البحر وراح تلاقي في حيوان سلطعون على مثل صخره. طبعا هذا السلطعون ما فينك تعمل معاه اي شيء، لو طلقت عليه او رميت عليه قنبله راح يضل موجود مكانه. فاللي عليك تسويه انه حوالين هالمنطقه راح تروح وتدور على 5 سلطعونات ثانيين، روح واضغط عليهم مربع، وكل ما تضغط مربع على واحد منهم راح يختفي. فبس الخمس سلطعونات كلهم يختفوا ارجع عند السلطعون الاول وراح تلاقيهم مسويين مثل دائره، روح واضغط مربع وراح ينحط لك سماعه وجهاز جراموفون اللي بيشغل اغاني. فاضغط مربع على يد التحكم وراح ياخذ السماعه، وبعدين روح على احد البنكرات القريبه وحط السماعه بجهاز الراديو اللي جوا البنكر وراح يشغل لك مورس كود. وبعد كذا تعال على البحر على هالمنطقة وراح تلاقي في سي دي موسيقى موجود بين الصخرتين، خدها وارجع على الجراموفون وحطها وراح تشتغل لك موسيقى باتل فيلد الكلاسيكية. بعدين بدك تعيد نفس الخطوة 5 مرات، بدك تلف حولين الماب تجمع 5 شرايط موسيقى وترجع وتحطها عند الجراموفون. بس تجمع الخمسة راح يطلع لك هالعرض الخرافي، شوفوا معي. فاي هذا هو اللغز بكل بساطه، يعتبر اللغز مضحك نوعا ما. بالمرتبه التاسعه عندنا لعبه Brothers in Arms Hell's Highway. هاي لعبه بالحرب العالميه الثانيه، نزلت بسنه 2009 من انتاج شركه Ubisoft. لعبه ما انشهرت بشكل جدا كبير بس فيها لغز جدا خرافي. اللغز تم اكتشافه بسنه 2010 اي بعد سنتين من نزول اللعبه، ولغز جدا بسيط. انتوا عم تلعب باحد المراحل بطول القصه راح تمر من هالمنطقه شايفينها قدامكم، وراح تلاقي في جنان قزاز موجوده على الارض. اطلق عليهم كلهم بسلاحك وكسرهم، وبعدين ارجع لورا وادخل جوا البوش او الزريعه وخلك داخلها مدة 2 أو 3 ثواني وراح يصير قدامك هالمنظر الخرافي. صار حاليا معاك بالفريق 4 خرفان انتحاريين حرفيا، راح يضلوا معاك فينك تستعملهم باي وقت باي مكان شفت حالك محشور، فينك توجه احد الخرفان راح يروح على العدو ويفجر حاله. لغز جدا خرافي. بالمرتبه الثامنه عندنا لغز بلعبه باتمان اركام سيتي اللي نزلت سنه 2011 واللي تعتبر من افضل العاب السوبر هيرو، واللغز تم اكتشافه بسنه 2014 اي بعد 3 سنوات من نزول اللعبه. طبعا اللاعبين بس ختموا هالجزء فكروا خلاص هذا اخر جزء باللعبه، لانه ما في اي شيء باللعبه يلمح لك انه في جزء قادم. في احد الاشرار محبوس بالسجن اسمه كالندرمان، وهذا الشرير دائما ساكت وما يتكلم ابدا. في طريقه واحده تخليه يتكلم معك واللي هي انك تغير تاريخ بالبلاي ستيشن، مو باللعبه، لا تسكر اللعبه تروح على البلاي ستيشن عندك تغير التاريخ، تحط التاريخ سنه 2004، بعدين ترجع تفتح اللعبه وتروح عند كالندرمان وراح تلاقيه قاعد يتكلم. All the rest have 31 except for February alone. Well, well, well. And on today, of all days, do you remember my early work?
وراح يقول لباتمان انه انت لسه ما انتهيت مني، انا لسه موجود، نهاية العالم على ايدي، فانه نوعا ما قاعد يهدد باتمان. فالناس لما سمعوا هالكلام تأكدوا انه في جزء ثاني، وفعليا بعد سنة من اكتشاف اللغز بسنة 2015 نزل الجزء الثاني للعبة باتمان اللي هو باتمان أركام نايت، وهذا الشرير كان له دور مهم بالجزء الجديد. ممكن حد يسأل حاليا ليش لازم نغير تاريخ البلاي ستيشن ل 2004 عشان هالشخص يتكلم، ليش مو 2010، ليش مو 2005 مثلا؟ والسبب هو انه الشركة روكستيدي اللي هي الشركة اللي سوت لعبة باتمان تم انشائها بسنة 2004، فلو حطيت على البلاي ستيشن 2004 اللي هو تاريخ انشاء الشركة راح يحل لك اللغز نوعا ما. بالمرتبة السابعة عندنا لعبة جي تي اي 5، هاللعبة مليانة الغاز بس هذا اكثر لغز تأخروا لاكتشفوه. اللعبة نزلت سنة 2013 وهاللغز اكتشفوه بسنة 2016، اي بعد 3 سنوات تقريبا. اللغز بطور القصة فقط وليس بطور الاونلاين، واذا بدك تسويه لازم تجي على منطقة الجبال الموجودة باللعبة الساعة 6 الصبح بتوقيت اللعبة، ولازم الجو يكون ضباب، لو ما كان ضباب ما راح ينفع معك هاللغز. المهم لو جيت على منطقة الجبال الساعة 6 الصبح وكان في ضباب راح تلاقي في بعض الاعشاب بالارض اللي شخصيتك راح يقدر ياكلها، ولو اكلها راح تشوف ان شخصيتك اغمى عليه وبعدين قام من النوم كغوريلا، فعليا راح تلعب بغوريلا. بس تتحول غوريلا عندك مهام صغيرة لازم تسويها وتخلصها قبل الساعة 6 بالليل بتوقيت اللعبة اللي هو معك 12 ساعة بتوقيت اللعبة، بالوقت الحقيقي على ما اظن 40 دقيقة. فالمهم بس تخلص المهمات لازم تجي على منطقة خرابة سيارات موجودة على الخريطة قبل الساعة 6، راح تلاقي شخص جوا الخرابة واقف فوق حطام طيارة وهالشخص لابس قناع غوريلا، راح ينزل لك ولازم تتقاتل معاه، وبس تتقاتل معاه راح يتغير الجو بالكامل، راح يصير مطر ورياح ورعد كأنك في فيلم اكشن. فالمهم لازم تتضارب معاه وتقتله، ومجرد ما يموت راح تلاقي شخصيتك رجع انسان، وطلع كل شيء مريت فيه باخر 12 ساعة كان عبارة عن هلوسة، الاعشاب اللي شخصيتك اكلها من الارض كانت حشيش او مخدرات خلت مخ شخصيتك يهلوس على الاخير، فلغز خرافي الصراحة. بالمرتبة السادسة عندنا لغز بلعبة ميتل جير سوليد 3، اللعبة نزلت سنة 2004 واللغز تم اكتشافه بسنة 2008. الشرير الاخير باللعبة اللي لازم تهزمه شخص اسمه ذا اند، هذا معروف باللعبة انه جدا محترف بالسنايبر، اسطورة السنايبر باللعبة، فجدا صعب انك تهزمه، لازم تتسلل وكذا بشكل انه ما يصيبك بالسنايبر. المهم هذا الشخص عمره فوق ال 100 سنة، جدا جدا كبير مثل ما شايفينه قدامكم حاليا. واللغز بكل بساطة انك بس توصل عند هذا الشرير وقف لعب، سكر اللعبة، سكر البلاي ستيشن وتعال بعد اسبوع، حرفيا لازم تنتظر اسبوع كامل بالحقيقة وبعدين افتح اللعبة وادخل، وراح تلاقي انه هذا الشرير مات، فعليا مات من العمر الكبير، مثل ما قلت لكم هو عمره فوق ال 100 سنة، فلو انتظرت اسبوع راح يموت موتة طبيعية وراح تفوز باللعبة بدون لا تقاتله ولا اي شيء. والشخص اللي اكتشف اللغز كان قاعد يحاول يهزم هالبوس، يحاول يقاتله اكثر من مرة ويخسر وخلاص فقد الامل وترك اللعبة، ورجع بعد اسبوع يلعب ويحاول يهزم هذا الشرير واكتشف انه فعليا مات من العمر الكبير، فهذا اللغز تم اكتشافه بالصدفة. بالمرتبة الخامسة عندنا لغز بلعبة كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2، اللعبة نزلت سنة 2012 واللغز تم اكتشافه بسنة 2019، اي بعد 7 سنين. واللغز هو انه باحد مهمات طور القصة ببلاك اوبس 2 في مطرقة ثور، حرفيا نقدر نشوف مطرقة ثور، واللي ما بيعرف مين هو ثور هو احد الاشخاص اللي عنده قوة خارقة بالاساطير الاسكندنافية واللي كمان كان موجود بافلام افنجرز. طبعا هذا اللغز مكتشفينه من زمان، بنفس سنة نزول اللعبة ب 2012 اكتشفوا انه في مطرقة ثور وفينك تشوفها من بعيد، بس الشيء الجديد اللي اكتشفوه بعد 7 سنوات انه فينك تروح وتحاول تمسك المطرقة. كيف؟ لازم تخلص المهمة اللي فيها المطرقة بشكل مخفي بالكامل او ستيلث، انك تخلص المهمة وتقتل كل اعداء بدون لا حد يشوفك ابدا، فلو سويت هالشيء وجيت عند المطرقة راح تنفتح البوابة وفينك تفوت لعندها وتضغط مربع عشان تمسكها، بس بالاخير راح يكتب لك يو ار نوت وورثي او انت ما تستحق انك تحمل المطرقة، وهذه مأخوذة من افلام افنجرز. بفيلم افنجرز ايج اوف اولترون اللي نزل سنة 2015 كابتن امريكا راح وحاول يمسك مطرقة ثور وحكى له ثور يو ار نوت وورثي او انت ما تستحق انك تحملها، فهنا باللعبة نفس الشيء صار بالضبط، فعليا تروح وتحاول تمسك المطرقة ويكتبوا لك يو ار نوت وورثي. بس الشيء المجنون ان اللعبة نزلت قبل نزول الفيلم ب3 سنين، فشكلهم تنبؤوا بالمستقبل انه هذا الشيء راح يصير بالفيلم، او على الاكثر ماخذينها من الكوميكس او القصص المصورة اللي هي الافلام تكون مبنية على الكوميكس. فلغز جدا خرافي صراحة واخذ 7 سنين حتى يتم اكتشافه. المرتبة الرابعة عندنا لغز بلعبة سوبر سماش بروز ميلي، اللعبة نزلت سنة 2001 واللغز تم اكتشافه بسنة 2009، اي بعد 8 سنوات من اصدار اللعبة. هاللعبة تعتبر من افضل العاب القتال او الفايتنج من انتاج شركة نينتندو وعندها جمهور عدده جدا كبير. مثل ما قلت لكم اللعبة فايتنج او قتال، فكل ما تفوز وتلعب اكثر راح يجيك شخصيات جديدة تقاتلها، والشخصية او الوحش الاخير اللي راح تقاتله اسمه ماستر هاند او يد السيد، واللي هي عبارة عن يد بيضة راح تقاتلك وجدا صعب انك تهزمها. فالمهم باقي الشخصيات اللي راح تهزمهم باللعبة كل ما تهزم شخصية راح يمديك تلعب فيها ما عدا هاليد، لو هزمت هاليد وفزت اللعبه ما فينك تلعب باليد، هاليد فقط تقاتلك بالاخير وما في طريقه للاعب انه يلعب فيها او يتحكم فيها. الا لبعد 8 سنوات بسنه 2009 احد اللاعبين اكتشف انه لو وصلت يدين على الجهاز عشان تلعب يد اولى ويد ثانيه، واليد الثانيه ما اخترت فيها اي شخصيه ودخلت ومسحت
اي واحد لعب فيها ومسحت الداتا فراح يدخلك تلعب كالماستر هاند او يد السيد. بعض الناس قالوا انه هذا الشيء جلتش، بعض الناس قالوا لغز، بس فينك تلعب باليد وناس جدا انبسطوا، التحكم فيها جدا جدا خرافي. بالمرتبه الثالثه عندنا لعبه ويف ريس بلو ستورم، اللي هي لعبه سباق موتورات على المي او سباق الجيتسكي. اللعبه نزلت في سنه 2001 واللغز تم اكتشافه بسنه 2010، اي بعد 9 سنوات من نزول اللعبه. مثل ما قلت لكم هي لعبه عباره عن سباقات جيتسكي او موتورات في المي، ففي معلق كل شوي بيشجعك، مثلا لو سويت حركه حلوه يحكي لك جود جوب، ولو سويت نطه دبل فليب او اي حركه حلوه يشجعك عليها، وكل شوي يحكي لك انت بالمركز الثالث، انت بالمركز الثاني، يلا انت تقدر تفوز. فيعني معلق عادي موجود باي لعبه سباق، طبعا كلام بالانجليزي انا قاعد اترجمه للعرب. فاللغز اللي اكتشفوه بعد 9 سنوات اللي هو لما تفوت على اعدادات الصوت باللعبه وتعلي الصوت على الاخير، بعدين توطيه على صفر، بعدين ترجع تعليه على الاخير وترجع توطيه على الصفر، وتدخل على اللعبه راح تلاحظ انهم غيروا صوت المعلق لشخص جديد، والمعلق الجديد كل شوي راح يتمسخر عليك ويسبك، راح يتمسخر عليك حرفيا. يعني المعلق القديم لو سويت حركه حلوه راح يقول لك جود جوب او عمل رائع، المعلق الجديد لو سويت حركه حلوه راح يقول لك هذا كل اللي تقدر تسويه، اصلا ما توقعت منك تقدر تسوي افضل من هيك، او لما تسوي دبل فليب يحكي لك اوه دبل فليب كفو كفو يلا كمل كمل لعب، وحتى لما تجيب فوز وين يحكي لك فوزك كالالماس جدا نادر، ففعليا قاعد يتمسخر عليك طول الوقت. وشيء اللي يقهر انه اكتشفوا اللغز بعد 9 سنوات، يعني خلاص ما في حدا بيلعب اللعبه حاليا، فلو اكتشفوا اللغز على يوميتها كان راح يخلي اللعب ممتع اكثر. بالمرتبه الثانيه عندنا لغز بلعبه هالف لايف 2، اللي كثير لاعبين يعتبروها من افضل الالعاب بالتاريخ. اللعبه نزلت في سنه 2004 واللغز تم اكتشافه بسنه 2020، يعني بعد 14 سنه. قبل نتكلم عن اللغز في شخصيه بلعبه هالف لايف اسمه جيمان، هذا الشخص جدا غامض والناس بيعتبروه من اكثر الشخصيات الغامضه بتاريخ العاب الفيديو. هذا الشخص بنشوفه باكثر من مكان باللعبه لثواني معدوده وبيختفي بعدين على طول، بنشوفه باماكن جدا غريبه، يعني يجيب سلاحك وايم لبرا الماب بتشوفه من بعيد قاعد يطلع عليك وبعدين يختفي على طول، بتشوفه موجود على كاميرا مراقبه وبيختفي على طول، تشوفه يطلع للحظه من الثانيه على التلفزيون وبيختفي. فيعني شخصيه جدا غامض وما حدا عارف شو دوره بالضبط. فبعد 4-5 سنوات تقريبا من نزول اللعبه اللاعبين توقعوا انه اكتشفوا جميع الاماكن اللي بيطلع فيها جيمان. اللاعبين اجتمعوا مع بعض على اليوتيوب ومنتديات وكذا وشرحوا كل الاماكن اللي شافوا فيها جيمان، وخلاص قالوا هي كل الاماكن الموجوده. لحد جديد سنة 2020 بعد 14 سنة في شخص اكتشف مكان جديد لجيمان، ومكان ما بيخطر على البال ابدا. مثل ما شايفين قدامكم حاليا باحد المهمات، اذا سويت زوم على النار وقعدت تطلع بالنار بهالمكان مثل ما شايفين قدامكم راح تشوف في وجه جيمان جوا النار. هذا المكان جدا سري لدرجة انه 14 سنة لاكتشفه احد اللاعبين. بالمرتبة الاولى عندنا لغز بلعبة دونكي كونغ اللي نزلت سنة عام 1981 على جهاز الاتاري 400 اللي يعتبر من اول اجهزة العاب بالتاريخ، واللغز تم اكتشافه سنة 2007، يعني بعد 26 سنة من نزول اللعبة. قبل أن نتكلم عن اللغز، شركات الألعاب من زمان بالثمانينات والتسعينات مثل أتاري وسيجا ونينتندو وغيرهم كانوا عندهم حركة جدا سيئة، اللي هي أنهم يمنعوا مطورين اللعبة من أنهم أنه يكتبوا أساميهم جوا اللعبة. يعني شخص اشتغل وتابع اللعبة وبالأخير ممنوع يكتب اسمه جوا اللعبة. فالشخص اللي سوى لعبة دونكي كونغ شركة أتاري منعوه من أنه يكتب اسمه جوا اللعبة، فراح سوى لغز جوا اللعبة لو حليتها راح يطلع لك اسم المطور. خلال 27 سنة ما حدا حل اللغز ابدا، لحديت ما اجى مطور اللعبة سنة 2007 وكتب على تويتر انه بلعبة دونكي كونغ اللي نزلت من 27 سنة عام 1981 فيها لغز، بس انا نفسي ناسي اللغز، ناسي كيف احل اللغز. فكتب هالشيء على تويتر وكل اللاعبين اللي عندهم الجهاز القديم راحوا شغلوه ودخلوا على اللعبة وجلسوا يحاولوا لاسابيع وشهور لحديت ما احد الاشخاص حل اللغز. طريقة حل اللغز هو انك لازم توصل سكور 77000، فعليا 77000 بالضبط، لو زيادة واحد راح يخرب اللغز. فالمهم توصل 77000، بعدين تنتحر 3 مرات ويضل عندك حياه واحده فقط، وبعدين تنتحر للمره الاخيره بشخصيه دونكي كونغ، بس اخر موته لازم انك تنط من مكان عالي وتموت. لما تموت باخر مره لازم تضغط على زر الاوبشن 3 مرات ورا بعض بشكل جدا سريع، راح يرجعك على القائمه الرئيسيه ومكتوب تحت LMD اللي هي اختصار لاسم المطور اللي هو لاندن ام داير، اول 3 حروف من اسمه. طبعا هاللغز ما هو جدا خرافي، ما يعطيك شيء مميز باللعبه، بس يعني 27 سنه وما حد اكتشفه، وكمان حركه حلوه من مطور اللعبه عشان يحط اسمه جوا اللعبه بدون لا تعرف الشركه وتطرده. اي شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، وبس كان معكم شركيال شركه كيش كم دي هات تاني ان شاء الله، مع السلامه.